السلام عليكم احسن عائله في اليوتيوب، كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير. رمضان مبارك سعيد، يدخلوا لكم بالصحه وبالسلامه وبطول العمر. وبما اننا في هذا الشهر المبارك، حبيت نقول لكم ونطمئنكم على انه الدنيا راه مازال في خير. وانت ولا انت اللي كتفرج فيا واللي كتقاتل وبغيتي تهاجر لكندا، بغيت نبشرك بالخير ونقول لك على انه مازال ولاد الناس، مازال بنات الناس اللي مغاربه وكيديروا الخير وكيتعاونوا مع اخوتهم المغاربه. وبغيت نبشركم على انه مؤخرا كان واحد الصديق اللي جا هنايا عن طريق السياحه، وهذا الصديق الحمد لله ولله الحمد توفق وطاح مع واحد السيد مغربي، وهذا المغربي اللي طاح معاه غادي نعاود لكم الحكايه بحال خبيره، وداك الشيء راه كنعاود لكم راه واقع الان، والحمد لله احنا غاديين في الاجراءات باش نسويوه الوضعيه. هادشي علاش بغيت نقول لكم اخوتي خواتاتي، انت اللي كتفرج فيا، راه مازال لوكازيون، كندا محتاجاك، محتاجه اليد العامله بواحد النسبه كبيره بزاف. هادشي علاش الا كنتي بغيتي تهاجر كندا وكتقلب على احسن طريقه باش تهاجر كندا، راه ديجا قلتها وقلتها مرارا وتكرارا، الناس جاوا عن طريق الاقامه الدائمه، الناس جاوا عن طريق عقود عمل، والناس جاوا عن طريق السياحه. اما بغيتي تجي لكندا وبغيتي تقلب على احسن طريقه، بالنسبه لي انا الا كان عندك ديبلوم مزيان، عندك فورماسيون مزيانه، عندك لا لونغ نقيه، عندك امتحان ديال اللغه، فازي افيك ان بروغرام ديميغراسيون وراك جامي تندم. اما الا كنتي كتقلب على عقود عمل، انا غنوصيك بدو سوليسيون. كنتي في المغرب لاله مولاتي، خايف من امتحان ديال اللغه الفرنسيه، ما عندكش لي مويان وبغيتي تقلب على عقود عمل، خاصك تعرف انه كاينين دو سوليسيون ما كاينش غيرهم، سواء انك تبريزونتا شخصيا وتبدا تبوستولي، اولا تبدا تصيفط لي زوفر دومبلو من المغرب. من المغرب توجد لي سي في كندي، توجد لي ليتر دو موتيفاسيون، وتبدا تبوستولي بور لوبجيكتيف دو تروفي اون اوفر دومبلو فاليد. دونك هذه هي لا سوليسيون الاولى. لا سوليسيون الثانيه اللي غادي نعاودو على خونا الله يعاونو والله يسهل عليه، هو انه جا هنا عن طريق السياحه، وهاد السيد اللي جا عن طريق السياحه ما نقولش الميدان اللي خدمه، ولكن حرفه هي يدويه، يعني تابعه للمجال ديال الطبخ ولا باتيسي. وهاد السيد اللي جا طباخ فينالمون هنايا جا وقدر يتوصل، قدر يتوفق ويطيح مع مغربي اللي عنده ريستورون. وهاد المغربي اللي عنده ريستورون جا قال لي شوف غندير معاك سامبل وهاد وربي شهد عليه وهاد العواجر، قال لي غنخدمك معايا مده اسبوع وغادي نخلصك في ذاك الاسبوع اللي غتخدم معايا للساعه بيان سور، وغادي نجربك وغنشوف واش فريمون عندك في يديك ولا لا. السيد خدمه اسبوع، تبارك الله ما شاء الله، تصدم في المغربي. المغربي اللي جا صدمه بالخدمه ديالو، قال لي شوف تبارك الله عليك راك ناضي. وفاش سال السيمانه ديالو قال ليه شوف انا راك عجبتيني وبغيتك تبقى خدام معايا وبغيتك تونجاجي معايا وراني مستعد نصايب لك الوريقات ديالكم. هادشي علاش بغيت نقول لكم على انه الدنيا راه مازال في خير، مازال بنات الناس وولاد الناس اللي مستعدين يعاونوا خوتهم المغاربه ومستعدين يتقاتلوا معاهم باش يسووا لهم وضعيه، مع العلم على ان هنا كاين نقص كبير في اليد العامله. وبغيت نقول لكم واحد النصيحه، انت ولا انت الا كنتي جاي هنا لكندا سياحه وبغيتي تصوفي راسك، بغيت نرد البال ديالك لواحد النقطه مهمه بزاف. شنو هي هذه النقطه المهمه؟ هو انك الا كنتي جاي سياحه ولقيتي اوفر دومبلو، راه نقول لك كاينين دو كاتيجوري، كاين لقيتي اوفر دومبلو عند ان كيبيكوا او مغربي وقال لك راه انا غنتكلف لك بالسي اكي ولومتي، مرحبا الله يسهل، غادي يعاونك وغادي يسهل عليك الامور، الله يرحم ليه الوالدين، مشكور على هذه القضيه هذه. ما لقيتيش ما بغاش يصايب لك لو ام تي وما بغاش يصايب لك السي ام كي السي اكي، انت بوحدك تقدر تكلف بيها. لو ام تي غتكلف لك 100 دولار، السي اكي 250 ولا 300 دولار 1300، ماشي مشكل تكلفتي بها انت راسك، ما تكونش جويعه. انت ضربت السفينه من المغرب جيتي حتى لهنايا، خلصتي البي دافيون، مخلص لوطيل، مخلص برتوش فين كاري فيه باش تسوي الوضعيه، مخلص لاكارت ديال البيوس، كتحاول تقاتل باش تقاد الوضعيه، دونك ما فيها باس الا خلصتي سي اكي وخلصتي لو ام تي، مع العلم على ان المشغل هو اللي خصو يدير هذه القضيه هذه ماشي انت، ولكن ما فيها باس انا باش نسوي الوضعيه ونقاد المسائل ديالي تولي عندي ان ستاتي فاليد ونقدر نخدم بوجه احمر، ندير تضحيات. واخا غتقام لي القضيه ب 1500 دولار ماشي مشكل، هانيه هذا هو لوبجيكتيف. هادشي علاش مريح قبل من نفطر قلت لافامي نخرج نهضر معاهم ونبشرهم ونطمئنهم ونقول لهم راه مازالين ولاد الناس
وانا كنقول لكم الشابو، تحياتي ولاد الناس المغاربه اللي الله يعمرها دارو في هاد العواشر هادو. بغيت ربي يسهل عليكم ويجعل لكم هادشي في ميزان الحسنات. وبغيت نطمئن المغاربه اللي ناويين يجيو، كاينين ولاد الناس، كاينين بنات الناس اللي مستعدين يتعاونوا مع المغاربه، مع خوتنا اللي جايين ويتضامنوا معاهم. وانا ميساج، هذا ميساج الناس اللي مسك عليهم الله، الناس اللي عندهم شركات، الناس اللي عندهم مقاولات، ديروا الثقه في خوتنا المغاربه، راه ما غاديش تندموا. مغربي الا جبتيه وخدمتيه وصوفيتيه راك غتصوفي عائله، راه ماشي غتصوفي اون بيرسون. هذاك لا بيرسون فاش غتصوفي وغدير معاه مزيان، راه حتى هو غيدير مزيان مع والديه، حتى هو غيدير مزيان مع لا فامي ديالو. هادشي علاش خصكم نديروا المزيان مع بعضياتنا. عرف على ان عندك واحد الاجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. بونجور. عرف على ان عندك اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، ساعدتي هذاك الانسان الا عاونتيه وكنتي معاه وساعدتيه في المسائل ديالو في الاجراءات حتى سوى الوضعيه، راه عندك واحد الاجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. وغادي الله سبحانه وتعالى غادي يجازيك، علاش؟ حيت النيه ديالك حسنه وساعدت هذاك هذاك خوك المغربي ولادك اختك المغربيه باش تقدر ديكروشي اوفر دومبلو. حاول توفر لي اوفر دومبلو واخا غير 30 ساعه، ما قادرش توفر ليه 40 45 ساعه، الا قادر توفر ليه اون اوفر دومبلو ديال 30 ساعه راه الله يجعل شي بركه، راه كافي هذاك لومبلويي باش يقاد باش يقاد لو ستاتيو ديالو وياخذ لو بيرمي دو ترافاي فيرمي ولا اوفير كوم تي فو، ما عنديش مشكل. ولكن هذا ميساج لخوتنا المغاربه اللي كاينين معنا هنايا في كيبيك وفي كندا بصفه عامه. جزاكم الله خيرا، رحمكم الله ورعاكم على هاد المجهودات اللي كديروا، على هاد الخير اللي كديروا، كتبغيو تعاونوا مع خوتنا المغاربه وربي راه غادي يجازيكم. والمغاربه راه انا كنهضر بصفه لي زابون اللي معايا، حيت انا تشي كنهضر معاكم، راه واحد من المشتركين ديالنا هو اللي بقى مدفع في السياحه، قال لي واش خرجت لي السياحه شنو ندير؟ قلت ليها شنو الاجراءات اللي عندك؟ قالت لي فاش عندك؟ قال لي راه عندي حرفه. قلت ليه الله يبارك، هذيك الحرفه اللي عندك راه مطلوبه بزاف، توكل على الله. وفعلا فاش توكل على الله ربي ما حشموش، بقينا غادي في الاجراءات. جا هنايا خلص لوطيل السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه، والله العظيم وربي شاهد عليا وصيامي حرام عليا، من الاسبوع الثاني قدر يحصل على عقد عمل، قدر يحصل على اوفر دومبلوا. هادشي علاش اخوتي مازال الخير، مازالين لي زوبورتونيتي، الفو جوست شيرشي اي كروزي. الا ما جيتيش تقلب على روحك وتكون كابابل وتكون ناضي وخارج كتهز الساك في كتافك وغادي كتحوس تقلب على لي زوفر دومبلوا، راه صعيب باش تلقاهم. حيت كي شيرش تروف، من زرع حصد، زرعتي غتحصد. بقيتي مريح في الدار كتبوستيلي وكتصيفط بحال داك الشيء، راه حتى هما غيعيطوا لك وغيقول لك الغوفي سي با بوسيبل. اما الا كنتي كتسول وكتقلب وكتمشي وها الساكادو وكتبحث، الله سبحانه وتعالى راه غادي يلاقيك مع ولاد الناس اللي غادي يسترو لك الامور وغادي يبقاو معاك حتى تقاد الوضعيه ديالك وتاخذ لو بيرمي دو ترافاي. دونك انت ولا انتي الا كنتي جاي ان شاء الله لكندا، راه باقي ما يدار، حاول تقلب على عقد عمل من البلد ديالك. جاب الله التيسير اهلا وسهلا، ما جابش الله التيسير حاول تدبر على راسك، دير واحد الفيزا سياحه اللي هنا تضرب دويره واحد شهرين ثلاث شهور ما خسر والو، وتبدا تبوستولي وعليك مولانا. وان شاء الله باذن الله حيت داك الشيء كيبقى توفيق من الله سبحانه وتعالى. حنا كنديروا السبب، كنمشيو في الاجراءات، كنهزوا سي في، كنوجدوا راسنا، كنمشيو باش كنبوستوليو، ها كيبقى داك الشيء توفيق من الله سبحانه وتعالى. الا كانت كندا مكتبه ليك وربي بغاك تجي لهاد البلاد، راك غادي تجي ليها عاجلا ام اجلا. ما كانش مكتبه ليك وكنتي صافي ديزاني وانت كتدفع وداك الشيء، سي با لا فان دي موند، خيرها في غيرها. هادشي علاش نبقاو ديما متفائلين، نبقاو ديما ايجابيين، ونبقاو ديما الموتيفاسيون. وكنبغي نشكر الناس اللي كتفاعل معنا وكتخلي لنا دي كومونتير بوزيتيف، دي كومونتير زوينين. احبكم في الله وبغيتكم تبقاو ايجابيين. الناس اللي دافعين لا بروسيدور وباغي سوا فيزا سياحه او بيرمي دو ترافاي او لا الاقامه الدائمه، غير صبروا على راسكم، راه داك الشيء كياخذ شويه الوقت. حتى صحاب التجمع العائلي داك الشيء راه كياخذ شويه الوقت. وهنايا يفو باسيونتي، خصك تصبر على كل شيء، حتى حاجه ما كدار اون كليكون لي دو بحال هكا. راه ميم في المغرب لي بروسيدور في المغرب اسرع من هنايا، ولكن هنايا حيت كاين نقص في اليد العامله، حيت كاين وكاين وكاين وكاين، هادشي علاش عندهم الاجراءات ثقيله وطويله. ولكن هادشي ما يخلعناش، الا بقيتو متفائلين، الا بقيتو ايجابيين، تهلاو في راسكم، تهلاو في الوليدات، في الوالدين، ربي راه ما غاديش يخيبكم. خليكم غير، خلي غير ايمانكم قوي بالله سبحانه وتعالى، ولا حتى حاجه ما غتوقف في الطريق ديالكم. هادشي علاش لا فامي ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين باش لا فامي تكبر. ما تنساوش تخلي ليا
كومونتير الا عندك شي تساؤل شي حاجه ما فهمتيهاش خلي لها في الكومونتير باش نجاوبك. وكنتمنى نكون عاد حسن التتبع ديالكم ونكون عاد حسن الظن ديالكم. وتحياتي الحاره يونس كيحييكم من كندا وكنشكركم على الدعم ديالكم وتبارك الله عليكم، نتوما راكم احسن عائله في اليوتيوب.